خسر المنتخب السعودي لقاء الختام لكأس آسيا تحت 23 عام أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد في المباراة التي استضافها استاد راجامانجالا الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك. الشوط الأول شهد تكافؤ من المنتخبين وانحصر اللعب وسط الملعب مع حذر شديد من الطرفين واعتماد على استغلال الأخطاء، ولم يرتقي هذا الشوط للمتوقع من المنتخبين في مباراة النهائية. في الحصة الثانية بادر المنتخب الكوري في الضغط على المنتخب السعودي، وتعلق الحارس محمد اليامي في إنقاذ مرماه من هدفين محققين بعد فرصتين للاعب الكوري لي دونغ جون، تمكن اليامي من إنهاء خطورتهما ببراعة. وفي الربع ساعة الأخيرة من هذا الشوط تحرك لاعبو المنتخب السعودي وظهرت خطورتهم وسط تراجع كوري، لكن النتيجة لم تتغير لتنتقل المباراة للأشواط الإضافية. في الأشواط الإضافية استمر اللاعب سجالا بين المنتخبين دون خطورة حتى جاءت الدقيقة 113 من الشوط الثاني الإضافي، والتي شهدت هدف المباراة الوحيد برأسية المدافع الكوري جيونج تاي ووك بعد خطأ في الجهة اليسرى، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الكوري الجنوبي باللقب وحصول أبطالنا على المركز الثاني بعد مستويات لافتة وتألق كبير خلال البطولة.